مسألة الدعاء بلا ريب بأن الدعاء مجاب، بلا ريب بأن الدعاء يغير الأقدار، بلا ريب بأن الدعاء هو سر صلاح الصالحين، بلا ريب الدعاء يحل لك من المشكلات ما لا يحله أهل الأرض. ما في طريقة لواحد أعمى بالطب يعود بصيرا، لكن عند الله عز وجل الأمر كن فيكون. لذلك إذا ضاق بك أمر، إذا أحاطت بك ضائقة، إذا قيدتك هموم، فالجأ إلى الله عز وجل واضرع إليه. قال لها: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك. وها هنا وقفة وفائدة عند الأمهات أيتها الأخوات: صلاح ابنك مرهون بدعائك له، فأكثرنا من الدعاء لأولادكن، واحذرنا أن تدعو أم على ولدها، لأن شقاء الولد مرهون بدعاء أمه أو أبيه عليه. أحد الأولاد العقق وقد أضنى والده عقوقا، ذهب الأب إلى واحد من الشيوخ ليقول: يا سيدي هذا ابني أتعبني، أرهقني، شق علي. قال الشيخ: هل كنت تدعو عليه؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته بدعائك عليه، استجاب الله تعالى لك دعاءك وصار ابنه من الأشقياء، نسأل الله السلام. الأخوات، ابذلن وقتا وجهدا في الدعاء لأولادكن، ومن هنا يظهر العمل الكبير الذي تقوم به الأم داخل البيت. يعني أحيانا أم تقول: أنا ما عندي شيء بالبيت، لذلك أنا بدي أطلع أعمل خارج البيت، ما عندي شيء بالبيت، لذلك أنا بدي أقعد مع الجارات، ما عندي شيء بالبيت، لذلك أنا يعني بدي أتمشى بالطريق، تتصل بجارتها: فاضية أم، ننزل في الطريق. يا أختي أنت عندك في البيت لو قرعتي باب السماء لفتح لك لأجل أولادك. واحد من الإخوة التجار تاجر في المجوهرات، وأولاده أو إخوانه أيضا في التجارة يعملون. أمهم لها من العمر 90 سنة، عندها دارها، لكنها في كل أسبوع تتنقل إلى بيت ولد من الأولاد. كانت أمه عنده في يوم من الأيام، لما عاد من عمله إلى البيت شاهد أمه يعني تجلس هكذا وتتفكر. قال: خير يا أمي، يعني مالك، أراك يعني هكذا تسردين وتتفكرين، بماذا تفكرين؟ قالت له: يا ابني والله أنا شايف حالي ما عاد إلي يعني حاجة في هذه الدنيا، عم بقول يا رب يعني لو أنك يعني تقضي لي أجلي. قال: يا أمي شو أنت ما إلك حاجة في هذه الدنيا، أنت هلأ بتشتغلي شغل نحن أكثر ما نكون حاجة إليه. قالت: أنا بدي أشتغل شغل، شو أنا شو بساوي؟ ما أنتوا كل واحد الله يرضى عليكم بياخذني من بيت لبيت، من إخوانك وأخواتك، شو عم ساوي؟ ألا أنت الآن يا أمي لو دعوت لواحد منا دعوة واحدة لبدل الله تعالى له حاله إلى خير حال، أنت هلأ شغلك. يا أمهات، يا أخوات، يا زوجات، أنتن بدعائكن لأولادكن تفتحن أبواب سعادة لأبنائكم ولبناتكم. وهذه هي أم الإمام البخاري، وقد نشأ يتيما في حجرها، وقد فقد بصره، تكثر من الدعاء فترى سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره لكثرة دعائك، فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره. والحقيقة الدعاء يا أخوان فن. يعني أم تدعو لابنها أن يجعله الله تعالى من أهل القرآن، أم تدعو لابنها أن يجعله الله تعالى من العلماء الدعاة، أم تدعو لابنها أن يجعله الله تعالى يحبب خلقه فيه، أم تدعو لأولادها لابنها أن يجعله الله تعالى من سعداء الدارين، أم تدعو لأولادها أن يهيئ الله تعالى لهم ملائكة من الأرض والسماء. الدعاء فن، ولا زالت بالفعل الأمهات والدمشقيات يتفنن في الدعاء لأولادهن. لذلك يا أختي، يا أمي،
يا أيتها الأخت الكريمة تفنني بالدعاء لأولادك، فإن الله عز وجل يعطيك في أولادك ما يسرك وما يسرهم.